السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رغم رحيلهم فنانون يظهرون على الشاشات في رمضان. يحمل السباك الدرامي في رمضان القادم عدة مفاجآت لم يتصورها الجمهور، أبرزها منافسة بعض الفنانين في أعمال درامية خلال السباك الرمضاني رغم رحيلهم عن عالمنا. أحدهما توفي قبل 3 سنوات. ويرصد هذا التقرير أبرز النجوم الذين يشاركون في أعمال درامية خلال رمضان المقبل رغم رحيلهم عن عالمنا. وائل نور رغم رحيله قبل 3 سنوات إلا أن الفنان المصري وائل نور يظهر خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل شقة فيصل الذي انتهى من تصوير دوره فيه خلال عام 2016. وكانت الفنانة نسرين أمين قد كشفت عن البرومو الأول لمسلسل شقة فيصل والمقرر عرضه في رمضان المقبل. وظهر الفنان الراحل وائل نور في أحداث المسلسل مجسدا دور صديق كريم محمود عبد العزيز. وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حيث يتقابل 4 شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين فيسعون معا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم. يشار إلى أن الشركة المنتجة قد أجلت ميعاد عرض شقة فيصل منذ عام 2016 ليعرض خلال رمضان هذا العام. شقة فيصل من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر وصلاح عبد الله ونسرين أمين وأحمد فتحي ومنى عرفة ومحمد فاروق شيبة وتأليف محمد صلاح العذب وإخراج شيرين عادل. ياسر المصري، أما الفنان الأردني ياسر المصري فيظهر لجمهوره خلال سباق رمضان المقبل من خلال المسلسل البدوي درب الشهامة رغم وفاته في حادث سير في أغسطس الماضي. وكان الفنان منذر ريحانك أكد ظهور النجم الراحل في شخصية الفارس حمدان خلال أحداث المسلسل قائلا انتظروه في رمضان إن شاء الله النجم الكبير ياسر المصري الله يرحمه في المسلسل البدوي. وآخر أعمال ياسر المصري في الدراما المصرية كان مسلسل الجماعة 2 للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف البندري. وجسد المصري في العمل شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر محمود الجندي. كذلك يطل الفنان محمود الجندي في مسلسل أفراح إبليس الذي يعرض الآن على أحد الفضائيات ويستمر خلال السباق الرمضاني فضلا عن مشاركته في مسلسل حكاية الياسمين صبري. وفي تصريحات صحفية قبل رحيله قال الفنان محمود الجندي إنه حزين بسبب مشاركته في أحداث الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس الذي انتهى من تصوير مشاهده، لافتا إلى أن هذا المسلسل يعد من الأعمال التي ندم على مشاركته فيه نظرا لأنه لم يقدمه بشكل جيد بسبب إهمال القائمين عليه. ومسلسل أفراح إبليس 2 بطولة جمال سليمان ومحمود عبد المغني وصبرين ومنى فضالي وأحمد صفوت ومحمد الصاوي وحمد الوزير وعبد الله مشرف وعفاف رشاد وتامر ضياء ونادية رشاد وضياء المرغني وماجد الشريف وهنادي هاني، ومن تأليف الكاتب الكبير مجدي صابر وإنتاج لؤي عبد الله وإخراج أحمد خالد أمين.